إذن مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينة سطات، بالضبط من السوق الشعبي شطيبة. ثمن ديال الدواجن اليوم الدجاج الرومي داير 16 درهم للكيلو، كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي لهذا البث المباشر من مدينة سطات. فثمن ديال الدجاج الرومي اليوم داير 16 درهم مقارنة يعني مع البارح اللي هو 17 درهم مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي، يعني مقارنة يعني مع البارح نقصات درهم. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة سطات. كما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي اليوم الاربعاء الثمن ديال الدواجن هنا مدينة سطات، بالضبط من السوق الشعبي شطيبة وسط المدينة، الثمن ديالو اللي هو 16 درهم مقارنة يعني مع البارح اللي الثمن ديالو كان ب 17 درهم مشاهدين كرام مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي. ف كيف ما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر دائما مشاهدين كرام كنقربوكم من الأثمنة ديال المواد الغذائية، يعني من لما يعني الدواجن اللحوم الحمراء الخضر الفواكه الأسماك، يعني كل ما يتعلق بالمواد الغذائية كنقربكم دائما من الأثمنة من يعني من يعني الجوالات يعني ديال كنعرفوا الأثمنة فيهم، كنعرفوا يعني الثمن ديال الدواجن، كنعرفوا الثمن ديال الخضر والفواكه إلى آخره كما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة سطات، بالضبط من السوق الشعبي شطيبة، الثمن ديال الدواجن اللي هو 16 درهم للكيلو مقارنة يعني مع البارح اللي كان ب 17 درهم. مازال الدجاج الثمن ديالو طالع كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. تقدروا تقولوا لنا يعني الأثمنة ديال الدواجن في المدن ديالكم مشاهدي كرام شحال وصل الدجاج الرومي عندكم مشاهدي كرام في التعليقات، يعني شحال وصل عندكم الثمن ديال الدواجن مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. يعني الثمن ديال الدجاج الرومي هنا في مدينة سطات مازال طالع في الثمن ديالو، يعني 16 درهم اللي هو ثمن باقي غالي على المواطن البسيط المواطن الدرويش اللي ما غاديش يقدر يشري الدجاج يعني ب 16 درهم الكيلو. فنتمنوا يهبط هذا الثمن، هذا فالثمن اللي هو باقي غالي باقي قاصح على المواطن البسيط، فنتمناو يعني هذا الثمن هذا يهبط على في الجديدة. شكرا شكرا خويا، الثمن ديالو في الجديدة الثمن ديال الدجاج الرومي في الجديدة الثمن ديالو 18 درهم مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي على احد التعليقات ديال احد المشاهدين مشاهدي قناة شوف تيفي. الثمن ديالو اللي هو 18 درهم هنا خويا ب 16 درهم، يعني مقارنة يعني مدينة جديدة اللي الثمن ديالو 16 درهم طالع الثمن مقارنة يعني ما بين مدينة سطات ومدينة جديدة حسب التعليق.
كتشوفوا معنا مشاركة المشاركة كتشوفوا في هذا البث المباشر من مدينة سطات. فالثمن ديال الدجاج هنا مدينة سطات يعني الثمن ديالو اللي هو 16 درهم مقارنة يعني مع البارح نقص درهم اليوم يعني البارح ب 17 درهم واليوم ب 16 درهم مشاركين كرام مشاركين قناة الشعب قناة شوفتي. فالثمن ديال الدواجين هنا بمدينة سطات باقا طالع في الثمن ديالها يعني المواطن البسيط ما غاديش يقدر يشري الدجاج ب 16 درهم كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر. فنتمنوا ينقص هذا الثمن هذا ويرجع للثمن المعتاد ديالو اللي يقدر المواطن يقدر يشري دجاجه يعني فيها 2 كيلو طلع ليه ب 30 درهم او طلع ليه ب 25 درهم. فالان يعني كتطلع لك الدجاجه طلع لك ب 2 كيلو 2 كيلو شي حاجه غادي تطلع لك ب 50 درهم او ب 45 درهم. فالثمن اللي هو غالي على المواطن الدرويش البسيط اللي يعني اللي هو يعني قاس عليه الثمن هذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيلي. فالله يحسن عوان الدرويش هادشي اللي كنطلبوا فالله يكون مع الدرويش كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيلي على هذا البث المباشر من مدينه سطات. فبارطاجيو اللايف مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيلي. اذا مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن متابعتكم والى بث مباشر اخر ان شاء الله. صباحكم مبروك.